استنى. نحن الآن في مشفى خان شيخون الوحيد في المدينة. وما حصل هون؟ بعد إسعاف الإصابات التي جرأت نتيجة القصف الكيميائي على المدينة، قام النظام بقصف هذا المكان. والآن المشفى هل اشتغل أو؟ بسبب القصف العنيف الذي طال الذي واحد مرة تاني. بسبب القصف العنيف من قبل قوات النظام والقوات الروسية على هذا المشفى، أصبح الآن خارج الخدمة نهائيا بسبب الدمار الهائل الذي حصل.